طيب نرجع بقى للرياضه الشعبيه، وعلى مدار الايام اللي فاتت المصريين زعلانين جدا من اداء منتخبنا الوطني حقيقة. يمكن فوز المنتخب الاخير امام غينيا بيساو غير حاله الحزن شويه، لكن الغالبيه مستائين جدا من اداء المنتخب وشايفين ان هو بالشكل ده مش بيعبر او مش هيعبر للادوار النهائيه بمعنى صح. عامه احنا سالنا الناس في الشارع عن رايهم في اداء المنتخب الوطني وكمان المدير الفني كارلوس كيراش، تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع مره ثانيه. حضرتك شايف اداء المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه شايفه ازاي؟ اداء المنتخب المصري في الامم الافريقيه اداء يسيء لسمعه مصر اول حاجه، والمفروض يعني ان السيد وزير الرياضه يتدخل في هذا الموضوع لرفع المرض عن المصريين من ضغط وسكر، لان اللي احنا فيه دوت يعني حيأذي كتير جدا من المصريين نظرا لحب المصريين للكوره. مش ده اللي كنا متوقعينه، كنا متوقعين احسن بكده بكتير طبعا، لينا تاريخ في البطوله كبير، مش ده اللي كنا متوقعينه. هذا المنتخب الحمد لله ان هم جابوا 1-0 امبارح، غلبوا امبارح، انما الدور الاولاني كان وحش صراحه. هو الاداء سيء بصراحه، مش ده اللي كنا متوقعينه من قبل البطوله، كنا متوقعين احنا نخش احسن من كده، وبالذات ان احنا في مجموعه ضعيفه يعني على الاقل نتصدر المجموعه. هو المنتخب بتاعنا جه السنه دي لسه ما جايش، لما يجي ان شاء الله يبقى نقدر نقول ادائنا فيه هينا فيه ايه. هو اداء المنتخب ما فيش اداء اصلا، عشان يبقى فيه منتخب ما فيش اداء. في رايك افضل لاعب لحد دلوقتي او بيلعب كويس؟ والله هو يعني محمد صلاح طبعا مظلوم طبعا، لان مش لحد حد طبعا يخدم عليه، وطبعا الظلم في المنتخب ظلم كبير، وربنا وفقه وجاب جون امبارح كويس جدا يعني. بس هو يعني هو ما فيش يعني، هو الشناوي طبعا يعتبر برضو ان هو انقذ مثلا برضو من بعض الفضايح. محمد الشناوي، انا واحد زملكاوي بس بقول لك محمد الشناوي افضل لاعب. عمرو السولية بالنسبه لي، عمرو السولية يعني الشناوي لحد ما احسن من ناس كتير، والسولية برضو كويس. عمر كمال بعد غياب اكرم توفيق ادى احسن من بطوله العرب بكتير. مفيش حد، هو عمرو السولية امبارح عمل طفره كويسه، بس هو برضو مفيش حد. هو مفيش غير الشناوي. هو في حد غير الشناوي؟ رايك في كروش واداؤه مع المنتخب ايه؟ كروش اكيد في حاجه في دماغه احنا مش عارفينها، فهو يقول لنا ايه ويريحنا. هو يعني شخص في حاجه في دماغه بيعملها، و60 مليون مش فاهمين هو بيعمل ايه، و60 مليون تعبانين وهو فريش. بص هو راجل جامد لانه جاي ليه تاريخ، ملوش تاريخ، بس هو مش عارف يديرنا كلعيبه صح، مش عارف يحط واحد كل واحد في مركزه. اللي على اليمين حطه يعني محمد صلاح مش حاطه في مركزه، لعبه في اول ماتش اللي فات يعتبر حاطه في مركزه صح، اول ماتش كان لعبه غلط خالص، هو حاول يعدل من الماتش اللي فات. ضيعنا فرص كتير بس احسن من الاولاني وان شاء الله خير. يعني المدرب هو حلو مش وحش، بس هم مش مدوله فرصته صراحه. يعني هو راجل مش وحش، راجل جاب لعيبه، جاب عمر مرموش وده من بره ما كناش نعرف عنه حاجه. لا ما يعني ما مش مقتنعين بيه خالص، مش ده اللي المفروض يقدمه يعني. حتى في اساسيات كده ما ينفعش لاعب بكرايت يلعبه في نص الملعب، صلاح ما ينفعش يلعب مهاجم صريح. لا يمشي، شكرا كابتن خيو. هو ده مدرب يا عم؟ ده واحد كان قاعد على القهوه جابينه يا عم، ده كان حارس مرمى اصلا. شفنا اراء الناس في الشارع، وخصوصا طبعا يعني اخر مواطن كان بيقول انت ايه رايك في كيراش. وبعدين بقى احنا هنرجع تاني للدائره المفرغه، اللي يمرن او يدرب المنتخب الوطني يكون مصري ولا يكون اجنبي وايهما افضل؟ فده هيرجعنا تاني لنفس السؤال اللي بيتقال كل سنه، البيضه ولا الفرخه؟ ولا انت ايه رايك ايه كيراش؟ انا رايي انه يعني تفتكر كان قاعد على القهوه؟ مش عارف، انا مش عارف بصراحه يعني، فعلا مش قادر اقول رايي يعني مقنع قوي. انا طبعا رايي من راي الناس كلها، اللي هو انا مش عاجبها طبعا اداء المنتخب، لانه احنا كنا متوقعين انه ده منتخب مصر وعندنا احسن لعيب في العالم وعندنا لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه مش عارف ايه، يعني كان نفسنا ان احنا طبعا نشوف اداء افضل من كده. لكن هي الحقيقه البطوله كلها على بعض يعني البطوله مخيبه للامال بصراحه. يعني التنظيم سيء، اللعب كله مستوى ما هوش يعني المستوى. فاكر حسن شحاته لما كان المدير الفني؟ طبعا فاكر ليلة دخلتنا حسابه. انا في البرنامج هنا في صباح الورد، الكلام ده بيتكررش تاني ليه؟ انا في البرنامج هنا في صباح الورد لما كانوا بيفكروا يجيبوا مدير فني بعد الكابتن حسام البدري، قلت يا جماعه ما تجيبوا لنا حسن شحاته. طبعا الكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه،
يعني طبعا كانت فترة أداء افضل اداء صحيح. طبعا للمنتخب المصري، والحقيقه كل الجيل بتاعنا يعني اللي اتربى على منتخب حسن شحاتة والبطولات صحيح. اللي حققها، فعشان كده الحقيقه احنا ويمكن يعني مرحله حسن شحاتة يعني مرحله كابتن حسن شحاتة هي المرحله الفارقه اللي خلقت هذا التساؤل. الافضل انه يكون المدير الفني للمنتخب الوطني مصري علشان نفس السايكولوجي وفاهم اللعيبه اكتر وعارف طبيعه اللاعب المصري، ولا انه يكون في مدير فني اجنبي؟ فبرضه يعني هو في الحقيقه كان نقطه محوريه في تاريخ المنتخب. انا عايز اقول لك موضوع وطني او اجنبي دي انا يمكن بالنسبه لي انا مش بتفرق قوي، لكن انا اللي يفرق معايا ان هو يعني لما يبقى عنده واحد زي محمد صلاح ما يطلعوش بره اللعب خالص ويلعبه في مركز غير بتاعه، يعني يحطه في المركز بتاعه. الموضوع اصلا مش كيمياء، يعني هي كل لعيب عنده مركز بيلعب فيه. وبعدين اي قائد بيفهم، اي قائد بيفهم ان اصلا الموضوع مش عافيه. يعني مثلا كريم ما بيلقش مثلا في الاخبار، فانا ان انت تعرف توظف القدرات، ما هو اصلا مش فيش حد هيعرف يعمل كل حاجه، يعني ما فيش حد هيكون جوكر وهيكون عالي في كل حاجه هو بيعملها. القائد الذكي او المدير الذكي بياخد بيشوف امكانيات اللاعب ويحطه في الحته اللي هو هيدي فيها احسن حاجه وبس كده، ومش غلط على فكره خالص، مش غلط خالص. عموما يعني احنا عندنا ماتش بكره ان شاء الله مع منتخب السودان، ونتمنى طبعا احنا طبعا يكفينا التعادل علشان نصعد للدور القادم، لكن احنا عايزين نلعب على المكسب طبعا، لانه طبعا بتفرق ان انت لما يبقى في فرقه قدامك يعني شايفاك ان انت مثلا كسبان ماتش وخسران ماتش ومتعادل ماتش، تفرق عن ان انت تبقى كسبان ماتشين وخسران ماتش. وطبعا زي ما كنا احنا خايفين ان احنا هنلعب الجزائر، واضح ان الجزائر اصلا بتحاول ان هي اساسا تصعد، اساسا الجزائر مش عارفه اساسا تصعد. هي الجزائر طبعا خسرت في المباراه الاخرانيه، وبطوله غريبه يعني بطوله كده عجيبه وغريبه وكل المستويات فيها متقاربه جدا، يمكن عشان فتره الكورونا برضو اثرت في مستويات التدريب بشكل عام. اكيد بيتهيألي يعني. اكيد ومؤثره طيب. لحد دلوقتي مش كده. طب هل مؤثره برضو على اللعيبه في يعني في المنتخبات الاوروبيه وكده؟ اشمعنى احنا اللي بنتأثر؟ لا يمكن، لا على فكره في تاثير صح؟ في الدوري الانجليزي في مباريات كتيره جدا وقفه على المستوى او بتتاجل يعني. فالحقيقه طبعا كورونا مأثره على كل حاجه، على كل حاجه والله، وعلى نفسيتنا وجابتنا الارض واحنا بنكافح.